التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، مفاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، دون تقلب وفق المزاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من حوارات التناصح. أثار تكليف محمد العيسى المعروف بالشيخ المتصهين وإمام المطبعين كما يصفه البعض لعلاقته بالمنظمات اليهودية ودعوته للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالخطابة يوم عرفة ردود فعل قوية، بينما أشاد بها الإعلام الصهيوني واعتبرها خطوة لتوجه السعودية الجديد. ورغم استنكار عدد كبير من الهيئات الشرعية وردود الفعل الشعبية الضخمة في داخل المملكة وخارجها وانتشار أكثر من 100,000 تغريدة وهاشتاج أنزل العيسى من المنبر، إلا أن السلطات السعودية لم تلقي لها بالا، وخطب العيسى خطبة عرفة. وهذا الحدث أعاد إلى المشهد بقوة توجه القيادة السعودية نحو التطبيع مع العلمانية واللادينية. فما الغاية من تكليف العيسى بأهم منسك في الحج؟ وما هي ملامح التطبيع اللديني في النظام السعودي؟ نحاور في هذه الحلقة الشيخ الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الفقه وأصوله والنائب السابق في البرلمان المصري وعضو رابطة علماء أهل السنة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. أهلا ومرحبا، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام جميعا. دكتور، يعني لو نبدأ بالتمهيد لقضية خطبة عرفة والردود الفعل التي حدثت نتيجة هذا الاستنكار حول ارتقاء محمد العيسى لهذا المنبر في هذا المشهد العظيم، يعني نحتاج إن هذا المشهد أو هذا التكليف جاء في سياق معين، وهو يعني بعد وصول محمد بن سلمان لولاية العهد تغيرت توجهات الدولة السعودية وأبيحت كثير من المسائل التي كانت تعتبر في الماضي من المحرمات من خلال سواء لجنة الترفيه أو غيرها. فهل تسعى السعودية إلى التحول إلى دولة علمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومعلمنا الخير رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. البيت الحرام هو قبلة المسلمين جميعا، وهو أمانة الله عز وجل في أعناق هذه الأمة إلى يوم القيامة. والبيت الحرام هو شعار الإسلام، وهو موئل المسلمين، بل إن القرآن الكريم جعله معلما إنسانيا ورمزا بشريا، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه العاكف سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله عز وجل جعل هذا البيت للناس: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالبيت الحرام هو يعني قاعدة الإسلام الصلبة وقبلة المسلمين إلى يوم القيامة، وهو معلم إنساني ورمز لقيم إنسانية جامعة من أخوة ومساواة ورحمة وتعاون على البر والتقوى وعدم تعاون على الإثم والعدوان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر ما يجسده الحج والبيت الحرام من قيم ومعان إسلامية وإنسانية. وعليه فإن كل ما يتعلق بالبيت الحرام ينبغي ويجب في أعلى درجات الوجوب أن يبقى معبرا عن الإسلام في ذاته وعن الأمة في مجموعها.
ولا يجوز أن يتحول البيت الحرام إلى منبر سياسي، ولا إلى أداة سياسية، ولا إلى خطاب سياسي. والقائمون على المسجد الحرام من كانوا اليوم وأمس وأمس وغدا في الماضي والحاضر والمستقبل هم مؤتمنون على الرعاية، وليس لهم على البيت ولاية، لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كان هذا في كل المساجد، فما بالنا بأقدس المساجد وأعظمها وأولها؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع للناس في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، كما في الحديث عند الإمام البخاري. إذن هذا البيت الحرام الذي كان يوم تحريره ودخوله إلى يعني ولاية المسلمين يوم الفتح الأكبر، أعظم فتح في تاريخ هذه الأمة، هذا البيت الحرام لا يجوز أن يتحول إلى منبر سياسي ولا إلى أداة في يد سلطة مهما كانت هذه السلطة، ولا إلى بوق لترديد دعاية سياسية لنظام أو ضده، لسلطة أو ضدها. ينبغي أن يبقى البيت الحرام فوق كل هذه الترهات، وفوق كل هذه المسائل الصغيرة، وفوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية أو حتى المذهبية إلى آخر ما هنالك. ينبغي أن يظل البيت الحرام ممثلا للأمة في مجموعها، وللدين في ذاته، ومعلما إنسانيا يعلم البشرية كلها قيم الإنسانية الجامعة. طيب، هل ترى بأن النهج الذي تتبعه السعودية في إدارة المناسك وإدارة الحج، وخصوصا هذا العام، يعني تقوم بمثل هذه التوجهات السياسية؟ لا شك أننا أمام مشاهد كثيرة مؤسفة تستوجب الاستنكار، على رأسها أنه يحال بين كثيرين من المسلمين وبين البيت الحرام. وقد ذكرنا قبل قليل تعظيم القرآن الكريم مسألة الصد عن بيت الله، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فالصد، صد الناس عن سبيل الله، كبيرة من الكبائر. أن يحرم الناس من زيارة البيت الحرام، أن يحرم الناس لمواقف سياسية أو آراء فكرية أو أي سبب من الأسباب من أداء الحج أو أداء العمرة، أن يكون كبار علماء المسلمين من مختلف الأقطار والجغرافية الإسلامية ممنوعين من الحج والعمرة. هذه مصيبة المصائب، هذا أمر يعني يتفطر له القلب بغير شك. إنه يتحول الحج والعمرة إلى مصيدة يلقى فيها القبض على من تطاردهم أنظمة إجرامية، كما هو الحال مع إخواننا أهل تركستان الشرقية وعدد من علماء تركستان الذين ألقي القبض عليهم في مناسك الحج، وربما يسلمون إلى السلطات الصينية رغم ما يعلمه القاصي والداني من الجرائم التي تمارسها الصين بحق إخواننا وأهلنا الإيغور سكان تركستان الشرقية. إدخال بعض الشركات الهندية في إعداد قوائم بيانات الحجاج والبرامج التي تتابع بياناتهم رغم ما نعلمه جميعا من موقف الهند أو الحكومة الحالية في الهند من المسلمين هناك، وما يرتكب من جرائم فظيعة بحقهم، قتل على الهوية، قتل في الشوارع، يعني غارات همجية على الأحياء المسلمة والمدن المسلمة غير مسبوقة على الأقل في التاريخ الحديث للهند، ورغم ذلك يتم التواطؤ مع كل هؤلاء ضد المسلمين من بني جلدتهم. هذا أيضا يعني شيء عجيب. إذن الآن يعني تستطيع، اسمح لي أخي عبد الله، هذا لا هو من السياسة، ولا هو من الإسلام، ولا هو من الخلق الكريم، ولا هو من شهامة العرب، ولا هو من نجدة أهل البادية. هذه سقطات عجيبة
يحار الإنسان في فهمها حقيقة. نعم. هل ترى بأن هذا المنع وهذا التواطؤ مع الدول المعادية للمسلمين مثل الهند في تصنيف الحجاج، وأيضا منع بعض الحجاج كما ذكرت من العلماء، وأيضا ومن دخول إلى المملكة لأداء فرائض مثل فريضة الحج أو العمرة، هل ترى بأن هذا التوجه له وراءه أسباب سياسية من الدولة السعودية؟ لا شك أن ذلك كله تسييس للحج، يعني لا يمكن فهمه إلا في هذا الإطار. نعم. وهو تسييس رديء، يعني هذه سياسة غير نظيفة وغير كريمة. نعم. التي تحول أقدس المناسك وأقدس المشاعر إلى تلاعب سياسي وإلى أداة ضغط سياسية وإلى مغنم لدى هذا النظام أو ذاك، أو ورقة ضغط على هذا النظام أو ذاك. أنا أقول ربما لم يشهد البيت الحرام هذا المستوى من التسييس في تاريخه، وربما لم يسجل التاريخ وقائع كهذه بحق حجاج بيت الله الحرام. طيب ثم إن طيب دكتور، دكتور من تتمة الأسافي ما أشرت إليه قبل قليل من تكليف ذلك الرجل الذي أطبقت الأمة على بغضه وعلى استنكار أن يكون خطيبا لخطبة عرفات التي صادفت يوم الجمعة أيضا، تكليفه بهذه الخطبة. وخطبة عرفات هي تعبير عن الإسلام، هي لسان حال المسلمين، ينبغي أن تعالج قضايا الأمة الكبيرة ومشاكلها الكبيرة من منظور الإسلام، من منظور الوحي الإلهي الكتاب والسنة. لكنها للأسف كانت خطبة باهتة من شخصية اجتمعت الأمة على رفضها، ومن رجل معروف بميوله الصهيونية، تعبيري عن انتمائه للفكرة الصهيونية ودعوته البدعية إلى ديانة جديدة تخلط أو تزيل الفوارق ما بين ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. رغم أننا نعتقد وفقا لبيان القرآن ومنطقه بأن إبراهيم عليه السلام ما ورث حنيفيته السمحة الخالصة إلا هذه الأمة، ومن ثم فإن هذه البدعة التي يدعو إليها ذلك الرجل مانع من إجازة إمامته للمسلمين في مثل هذا المشهد العظيم. نعم. لأول مرة في تاريخ الحج ربما يكون مثل هذا التكليف لشخص يكون الاستنكار حوله من كثير من الطوائف المسلمين. يعني لو دكتور نضع المشاهد في ماذا، لماذا هذا الاستنكار؟ محمد العيسى ماذا يمثل؟ ما الذي قام به لكي تكون ضده هذه الهجمة؟ يعني ربما لا يخفى على المشاهدين جميعا ما عرف عن هذا الرجل وما صرح به هو نفسه في مواقف كثيرة من آراء صادمة للشعور الإسلامي العام ومخالفة للمقطوع به شرعا وللمعلوم من الدين بالضرورة. فلا شك في اعتقاد المسلمين جميعا أن بيت المقدس إرث إسلامي، وأن ما يقع في أرض القدس في هذا الزمان هو عدوان واحتلال واغتصاب لأرض المسلمة، وجب على المسلمين أن يتداعوا إلى تحريرها، وكل مكلف بذلك بقدر استطاعته، يتعين هذا الوجوب على الحكام وعلى من بأيديهم السعي على تحرير هذه الأرض المباركة، ويجب على كل مسلم أن يفعل ما يستطيع في سبيل ذلك. فعندما يخرج من ينتسب بين قوسين إلى العلم الشرعي ويستقبل وفود المطبعين ويستقبل وفود الصهاينة ويدعو إلى التطبيع، تطبيع العلاقات مع المحتل في عملية تدليس كاملة لحق المسجد الأقصى وواجبه في رقاب المسلمين، هذه جريمة تسقط اعتباره وتسقط إمامته. عندما يدعو كما أشرت قبل قليل إلى بدعة الديانة الإبراهيمية ووحدة الأديان التي ظلت فكرة تراوح مكانها، يدندن حولها المستعمر منذ عشرات السنين، لكنه لا يجد لها في بلادنا وفي أمتنا أذنا صاغية، حتى خرج أمثال العيسى هذا وتقبل تلك الفكرة وسعى فيها
بزعم أنه يمكن جمع اليهودية والمسيحية والإسلام في ديانة واحدة. وهذه فكرة هي من السفه بمكان، فإن بين هذه الديانات التي صارت ديانات وليست مجرد رسالات مشتركة في الأصول، إذ جرى عليها ما هو معلوم من التحريف في أصول الديانة القائمة على التوحيد التي بعث بها الأنبياء جميعا. كيف يمكن أن نجمع بين إيمان المسيحية ببنوة المسيح لله وبين توحيد المسلمين؟ كيف يلتقيان؟ كيف نجمع بين عقيدة قيامة المسيح وأنه من لم يؤمن بقيامة المسيح لن يدخل الملكوت يوم الدينونة، وأن عيسى عليه السلام هو من يدخل الجنة ويرفع العذاب، هو من يشفع، هو من يصفح، هو من يغفر، وإسباق كل الصفات الإلهية على السيد المسيح عليه السلام؟ كيف يمكن أن يجتمع ذلك مع التوحيد الإسلامي الخالص الذي يأمرنا بأن نعتقد بأن عيسى بشر ولد ولادة بشرية بقدرة إلهية، وأنه وأمه بشر كسائر البشر، وأن معجزة خلقه لا تزيد عن معجزة خلق آدم، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ كيف يمكن الجمع بين هذه التناقضات الهائلة في الأصول؟ يعني ما هي معالم تلك الديانة الجامعة بين الديانات؟ هل المطلوب الآن أن يتخلى المسلمون عن أصول عقيدتهم حتى يتماهوا مع هذا المشروع؟ وهل بلاد الحجاز، بلاد الحرمين الشريفين التي ظلت تترسم طيلة تاريخها القصير عموما في نسخته الأخيرة هذه أنها حامية حمى العقيدة، وأنها المدافعة عن التوحيد، وأنها المتصدية للبدع إلى آخر ما هنالك، هل يمكن لهذه الدولة ذاتها أن تتبنى وتتولى كبر مثل هذا المشروع الذي يتصادم مع أسس التوحيد ذاته؟ نحن أمام معضلة الحقيقة يعني مؤسفة ومخزية للغاية، وأنا أدعو القوم إلى مراجعة أنفسهم. طيب دكتور، مهما كان الخلاف السياسي ينبغي أن لا يصل ذلك الخلاف إلى أصول الدين وقواعده، وإلا فإن المشكلة عندها تصبح معضلة يعني. طيب دكتور، الآن معلوم أن الدولة السعودية قائمة على تحالف بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومع آل سعود على أن السلطة الزمنية، تقسيم السلطة الزمنية والسلطة الدينية، وهذا معلوم منذ عشرات السنين. هل ترى بأن وما تفضلت به وهو معروف على محمد العيسى من دعوته إلى الديانة الإبراهيمية وغير ذلك من التطبيع وغيره، هل ترى أن هذا السلوك من محمد العيسى منفرد به وهو، أم هو توجه جديد للدولة السعودية؟ المؤسسة التي يترأسها العيسى أظن أنها لسان حال السلطة في بلاد الحرمين، وأن هناك إرادة لأن يكون هناك صوت علمي شرعي يعبر عن التوجه السياسي الجديد، بعيدا عن هيئة كبار العلماء التي كانت دائما هي المعبر عن الموقف الشرعي في المملكة. ويعني بدأنا الآن يعني نجد مثل هذه الخطابات والدعايات من هذه الهيئة التي يترأسها العيسى، والتي تحتل الآن وللأسف الشديد المكانة التي كانت تحتلها من قبل هيئة كبار العلماء في المملكة، والتي يراد لها أن تصنع خطابا جديدا يتماشى مع مشروع العلمنة والتماهي مع المشروع الغربي واسترضاء المحتل أو المستعمر الغربي بكل الصور والأشكال، تحت زعم ولافتة إقامة دولة حديثة أو إقامة دولة عصرية. والحقيقة أن هذه كلها أوهام، وأنها بضاعة كاسدة، وإنه لا الشعب السعودي ولا الشعوب العربية ولا الشعوب المسلمة في مجموعها يمكن أن تنطلي عليها مثل هذه الأفكار، ولا يمكن يعني أن يتنازل المسلمون عن ثوابت دينهم، عن أصول دينهم، إرضاء لسلطة سياسية أيا كانت هذه السلطة بطبيعة الحال. نعم. طيب، العيسى دافع على نفسه في خطبة عرفة وهو دائما يتحدث بأنه يصف نفسه بأنه شيخ وسطي معتدل
يدعو إلى التعايش مع الآخر والسلام مع الديانات الأخرى. أما التعايش والسلام ويعني إقامة جسور الصلاة والعلاقات بين البشرية كلها فمسائل لا خلاف عليها، لكن ما علاقة التعايش والسلام بالدعوة إلى دمج الديانات في ديانة واحدة؟ هل التعايش لا يتم إلا بذلك؟ ألا يمكن أن يتعايش الناس وكل منهم محتفظ بدينه؟ هل إذا طرح ذلك على الكنيسة ستقبل الكنيسة ما يقوله؟ الكنيسة في نسخ كثيرة من كنائس كثيرة في عالمنا الإسلامي عبرت عن رفضها لمشروع الديانة الإبراهيمية، وقالت إنه لا يمكن أن تتداخل المعتقدات وأن تتلاقى أصول الديانات في مبدأ واحد. فيعني ما علاقة التعايش وهو أمر عملي سلوكي بالديانة الإبراهيمية مسألة دينية اعتقادية؟ نعم، كل له دينه ويتعايش الناس ويتعاملون بمقتضى المصالح العامة ويكف بعضهم عن بعض ويحترم بعضهم حقوق الآخرين، هذا كله مما اتفقت وتواطأت عليه البشرية من زمان آدم عليه السلام، لكن لا يقتضي التعايش والسلام ونبذ الحروب والتعاون على الأمور الجامعة والمصالح العامة للبشرية، لا علاقة لذلك بخلط الأديان في خلاط واحد حتى لا. تخرج كلها في هذه الصورة المشوهة. ثم فكرة أنه نعمل مكانا واحدا يذهب إليه المسلم فيصلي صلاته والمسيحي فيصلي صلاته واليهودي فيصلي صلاته، ماذا أضفت إذن؟ إذا كان كل واحد سيذهب فيصلي صلاته ويحتفظ بخصائص دين، العبرة أنهم صلوا في مكان واحد، ما الذي تغير إذن؟ ما الذي تغير إذا كان كل واحد محتفظا بدينه وعقيدته على هذا النحو؟ إذن لا علاقة للتعايش والسلام والقبول الآخر والمصالح الجامعة المشتركة بين البشرية وبين مسألة الخلط الديني التي يدعو إليها ذلك الرجل، هذا تلبيس. إذا قلت نحن نريد تعايشا وسلاما بين البشرية أهلا ومرحبا، لكن ما علاقة ذلك بمسألة الديانة الإبراهيمية؟ ولكن يبدو أن تعايشه وسلامه فقط على مع الديانات الأخرى غير المسلمين، لكن عندما يكون الموقف مع الدعاة والعلماء وحتى من المستضعفين من المسلمين في مثل الإيغور والمستضعفين في الهند وغير ذلك، حتى مع المضطهدين في فرنسا يكون موقفه متشدد ومع النظم الحاكمة وليس مع المسلمين. صدقت، يعني نحن نريد يا أخي قبل أن تحدثني عن التعايش والسلام بين الحضارات أن تحدثني عن التعايش والسلام بين أبناء الوطن الواحد. أين هو السلام من علماء المملكة المعتقلين؟ أين دعوة السلام من سلمان العودة ومن صفر الحوالي ومن عوض القرني ومن محمد موسى الشريف ومن علي العمري ومن علماء المملكة الكرام أكارم علماء المملكة الذين يطبعون في السجون منذ سنين؟ لماذا لا تتبنى يا أخي وأنت رجل سلام وداعية سلام، لا تتبنى الدعوة إلى السلام مع هؤلاء؟ إذا كنت عاجزا عن السلام والتعايش مع بني وطنك وبني دينك وبني قومك فكيف تدعو إلى التعايش مع الآخر الديني والآخر القومي؟ إذا كان القوم صادقين في الحديث عن السلام والتعايش فليبدأوا بأوطانهم وبني جلدتهم وليرونا أمارة على هذا السلام الذي يؤمنون به. أما القمع والمعتقلات والتعذيب وقتل الأبرياء فهي مسائل تتناقض تماما مع أي دعوة للسلام أو حديث عن التعايش. طيب، ما برأيك يا دكتور حاتم، ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها الدولة السعودية بتكليف محمد العيسى بخطبة يوم عرفة؟ هو يعني تعبير أو تأكيد على مسألة أننا لا نعبأ برفض الناس ولا بقبولهم، أننا أصحاب السلطة وأصحاب القرار وأننا ننفذ ما نريد مهما كان صادما ولو عارضنا فيه العالم كله. هذه اللغة المتجاهلة لمشاعر الأمة
ولرغبات المسلمين والتي تفرض عليهم إماما هم له كارهون في شعيرة الأمة كلها، شعيرة الحج، هي دالة على يعني الحقيقة تفكير محدود للغاية. لأن أحدا مهما كان لا يمكن أن يكون فوق الأمة، ولا يمكن أن يملي إرادته على الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من أما قوما وهم له كارهون لم ترتفع صلاته فوق رأسه مقدار شبر. ويعني هذه المصادمة لمشاعر الأمة بالتأكيد صاحبها يخسر كثيرا، حتى وإن لم يدرك عواقب هذه الخسارة الآن سيدركها بالتأكيد في القريب في المستقبل. لأنه يعني كنا نرى في المملكة حقيقة في عقود سابقة إكراما للحجاج ومعاملة طيبة وإظهار لمفهوم خدمة البيت الحرام. الآن هذه المفاهيم تحولت إلى معاملة وممارسة سلطوية صادمة لمشاعر المسلمين، وهذا في ذاته نذير خطر شديد حقيقة. طيب دكتور، الحقيقة من ردود الأفعال حول يعني خطبة عرفة وما قام به محمد العيسى، ربما من هذا الباب تعليق يهود يعاري محلل الشؤون العربية في القناة 12 العبرية، يقول إن السعودية أعطت إشارة لما ستكون عليه علاقتها مع إسرائيل في المستقبل عندما اختارت العيسى ليلقي خطبة أعظم يوم في الإسلام في أقدس مكان في العقيدة الإسلامية في يوم عرفة. يعني هذا تصريح من ربما من محلل الشؤون السياسية عند هذه القناة. هذا يكشف عن أن الهدف الأكبر من اختيار العيسى كان استرضاء إسرائيل. نعم. وكان مخاطبة ود هذا الكيان الغاصب. وكان تعبيرا عن إدراك القوم أو تصور القوم أن الآن إسرائيل هي التي تقود المنطقة، أن من حاز رضاها يعني حاز الاستقرار والأمان ويعني حلت كل مشاكله. وهؤلاء والله جاهلون بالتاريخ وجاهلون بالمستقبل، ليس لديهم أي استشراف للمستقبل ولا يرون إلا تحت أقدامهم. لأن الذي لا شك فيه أن الأقوى هو صاحب الحق، وأن الشعوب هي أقوى من كل هذه المنظومات المستبدة، بداية من الكيان المغتصب لأرضنا في فلسطين ومرورا بكل أذنابه هنا أو هناك. وأن ساعة الحقيقة التي تتحرر فيها الشعوب المسلمة وتحرر فيها مقدساتها قادمة وقريبة، وأن هؤلاء يحاولون أن يوقفوا سنن الله عن الجريان وهذا محال. وقد وعد الله هذه الأمة وعدا صادقا في كتابه العزيز في سورة الإسراء وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وعدها بتحرير بيت المقدس وبإقامة منظومتها الحضارية في آخر الزمان وبسيادتها على غيرها. وهذا هو مقتضى السنن الإلهية الجارية، أن تكون العاقبة دائما للمتقين، وأن تكون للباطل صولة وجولة زائلة زائفة لا يقر لها قرار، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكل مراهن على حماية الاحتلال ودعمه وأنه يملك أن يثبت أركان حكم هذا النظام أو ذاك هو متعلق بأحبال واهية، وهو نادم قريبا لا محالة على طيب هذا طيب دكتور الخاطر. دكتور، ألا تخشى بما يمثله صعود محمد العيسى من لمنبر عرفة من رمزية، وخاصة لو ظهر في أماكن أخرى، ربما الإعلام السعودي يسعى دائما إلى تقديمه وهو أمين العام لرابط العالم الإسلامي، ويتصدر الأخبار بلقائه لحاخامات وإلى بوذيين، وأيضا علاقاته مع اللوبي الصهيوني في أمريكا ومعاهد ومراكز البحوث وغير ذلك من الأمور التي والنشاطات، وصلاته أيضا في الهولوكوست وتصريحاته التي أثنى عليها الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي بأن هذا هو الإسلام الحقيقي. ألا تخشى ما يمثله العيسى بهذا الشكل على المسلم البسيط الذي
ربما يرى مثل العيسى يصعد إلى منبر عرفة فينطبع في ذهني أو يطبع من خلال ذلك هذه الممارسات، تصير من ليس من المقطوع بتحريمه ومخالفته ومصادمته للإسلام. اليوم ربما الصدمة شديدة لكن بعد ذلك تخف ويصبح الأمر عادي. لا شك أن هذا سقوط مؤسف وصادم كما تفضلت، لكن لا خشية لا على الإسلام ولا على مقدساته ولا على التيار العام والرأي العام الغالب على الأمة، وذلك بإذن الله ذلك كله عصي على أن يغيره أمثال هؤلاء. إن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على باطل أو على ضلالة، ووعد سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووعد بنصر هذا الدين، والذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الدين في حالة ظهور على سائر الأديان منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم علامات الساعة الكبرى بتمامها، وأمثال هؤلاء كما قلت لا يمكن أن يضروا إلا أنفسهم وإلا أصحاب الأهواء وضعاف النفوس ممن يتبعونهم ابتغاء عرض من هذه الدنيا ولعاعة مما يملك هؤلاء. أما الأمة في عمومها فلا يمكن لهؤلاء أن يغيروا ثوابتها بإذن الله، لأن الحفظ يا أخي الكريم لا تقوم به الأمة، الحفظ تكفل الله عز وجل به وضمنه، والحفظ يعني بقاء الثوابت ثوابت، وبقاء الأصول أصولا، وبقاء الوحي الذي هو قاعدة الانطلاق محفوظا. وما دام ذلك كله قد تكفل به الله عز وجل فإن هؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم. طيب دكتور، صدر بيان شرعي من هيئات إسلامية وشارك فيه هيئات إسلامية وعلماء ووقع عليه أكثر من 100 عالم ومنهم حضرتك والعديد من المؤسسات العلمائية، فما يعني ما الأسس التي استند عليها هذا البيان، وما هو الحكم الشرعي الذي خلص إلى تكليف مثل عيسى لخطبة عرفة وأيضا حكم الصلاة خلفه؟ الأسس التي استند إليها كثيرون من علماء الأمة بل أكثرهم هو أن تكليف هذا الرجل بإمامة المسلمين في يوم عرفة لا يجوز شرعا، إذ لا يجوز أن يكون صاحب بدعة في مستوى الدعوة إلى خلط الأديان ومزجها، أو في مستوى الدعوة إلى الرضا عن الاحتلال الجاسم على أرض بيت المقدس، أو الدعوة إلى التماهي مع المشروع الصهيوني الذي يهدد الأمة بوصولها، أو صلاته صلاة المسلمين على ضحايا الهولوكوست وذلك لا يجوز بإجماع، أو إلى آخر ما هنالك من مصائب قام بها هذا الرجل، ذلك كله يسقط اعتباره الشرعي، وينبغي أن ترد بناء على ذلك شهادته لا إمامته. ومن ثم فإن إمامة مثل هذا لا تجوز في نظر الموقعين على البيان، وقد دعوا جموع المسلمين إلى أن يصلوا في رحالهم ولا يأتموا بذلك الرجل، والمأمول في الله عز وجل ألا يكون الأمر على هذا النحو، ألا يفتن المسلمون هذه الفتنة، ألا يوضع على منبر عرفة مثل هذا الشخص الذي اجتمعت فيه من المثالب والسوءات ما يسقط العدالة والاعتبار، فضلا عن الإمامة في هذا المشهد العظيم وهذا الموقف المهيب. والواجب الشرعي أصلا ألا تكون إمامة المسلمين في عرفات حكرا على من يختار النظام الحاكم في السعودية، وأن تكون المسألة في كبار علماء الأمة، والأمة بفضل الله فيها من العلماء الربانيين الكبار في كل أقطارها، في المغرب العربي والمشرق الإسلامي، في الشام والعراق وليبيا ومصر والسودان وموريتانيا وسائر الأقطار الإسلامية، علماء تسير الركبان في طلب علمهم، وقد اتفقت الأمة واجتمعت على إمامتهم وفضلهم، فكيف يهمل هؤلاء ويقدم مثل هذا النكرة بكل ما جاء به من طوام
لأمة المسلمين في هذا المشهد العظيم، هذا الاختزال، سعودة الحج ثم بعد ذلك علمنة الحج على هذا النحو، أمور خطيرة ينبغي ألا تكون، وينبغي أن يبقى الحج معبرا عن مجموع الأمة وملتزما بخطاب الوحي وبعيدا عن كل مظاهر التسييس والتحزيب والاستخدام السياسي من كائن ما كان، من أي إنسان مهما كان السلطة. طيب، كيف تقيم دكتور ردة الفعل سواء من العلماء أو ردة الفعل الشعبية، خصوصا أن ربما حتى الجيش الإلكتروني للنظام يعني ربما صدم من شدة الاستنكار حتى من داخل السعودية، بينما وهناك الذين ربما بعض العلمانيين من داخل السعودية وخارجها يعني وقفوا مع العيسى، كيف تقيم هذه الحيوية وهذا الاستنكار من عامة الناس؟ أما ما صدر عن الإخوة والسادة العلماء في مشارق الأرض ومغاربها من فتاوى وبيانات وكلمات مستنكرة لإمامة ذلك الرجل للمسلمين في عرفات، فهو واجب شرعي. فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم بالبيان، فإذا تأخروا عن البيان فقد ضيعوا الأمانة، وإذا قاموا بالبيان فقد أدوا واجب الله الذي في رقابهم، وقد كان وأكثر أهل العلم بفضل الله قاموا بذلك الواجب، وقد استجابت لهم الأمة، بل إن مواقف يعني عامة الناس كانت ربما أسبق وأعلى سقفا من كثيرين من العلماء، وقد يعني اجتمع الملايين من المسلمين على رفض ذلك حتى من داخل المملكة كما تفضلت، وهذا أيضا دليل على أن الأمة فيها من الحيوية وفيها من الوعي وفيها من صدق التدين وصدق الانتساب إلى الإسلام والتمسك بثوابته، ما يجعل الإنسان يطمئن إلى مستقبل هذه الأمة بإذن الله رب العالمين. ولعل هذا الموقف الحاشد للأمة في مجموعها يكون دعوة إلى القائمين على الأمر في المملكة لمراجعة مثل هذه المواقف وعدم تكرارها مرة أخرى. نعم، وللتنويه ربما أيضا دار الإفتاء الليبية قد شاركت أيضا في هذا صحيح. البيان الشرعي وساهمت فيه، لكن دكتور الحقيقة ربما يأتي سؤال هنا، هذا الحجم من ردة الفعل ربما عن تكليف محمد العيسى بخطبة عرفة، يعني حجم كبير وردة فعل كبيرة وهي مطلوبة، ولكن لماذا لم نرها في ممارسات العيسى في مسائل أخرى أيضا، ربما صلاته على الضحايا الهولوكوست اليهود وأفعاله المنكرة التي قام بها، لم نشهد مثل هذا الاستنكار، لماذا برأيك هذا الاختلاف؟ يا أخي الكريم، أن يكون له موقف هو حر فيه، أن يذهب إلى الشرق أو الغرب وأن يقول ما يقول، هذا يمثله وهو يتحمل مسؤوليته، لكن أن يأتي صاحب هذه المواقف لإمامة المسلمين في عرفات، الأمر يختلف تماما. إذا شاء أن يتصهين فليتصهين، أن يتعلمن فليتعلمن، أن يدعو إلى وحدة الأديان فليدعو، أن يؤيد أو يصلي على ضحايا الهولوكوست فليصلي، أن يذهب إلى البوذيين ويعني يتعاطف معهم ويثني على ديانتهم فليفعل، هذه مواقف تخصه وهو يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، لكن أن يأتي بهذه المواقف لإمامة المسلمين في عرفات فهذا هو موضع الاستنكار الشديد، لأنه هنا لم يعد يمثل نفسه ولا يعبر عن مواقفه لا الفكرية ولا السياسية، وإنما صار في موضع الرمزية للأمة والإمامة لأهل الملة، وهذا مقام ينبغي أن يختار له من يكون فوق مستوى الشبهات ومن يكون موضع رضا الغالبية العظمى من الأمة. هذه المسألة، أنه هنا لا يمثل نفسه وإنما يمثل رمزية للأمة كلها، ومثل هذا لا يجوز أن يكون رمزا لا للأمة في مناسبة دينية ولا مناسبة عامة ولا على أي مستوى من المستويات. نعم، طيب، هذا الإنكار ربما أيضا جاء في وقته وتناسب مع حجم هذا الانحراف، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالات
ومشاركة عامة المسلمين ولو بتغريدة، ربما هذا الفعل لا يستهان به حتى حدث مثل هذا العدد الضخم من المغردين ضد هذا المنكر، وشكل حاجز نفسي عن تأثر بقية المسلمين بهذا الانحراف. كيف ترى أهمية ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذا الدين، وأن المسلم لا يجوز له أن يرى منكرا يرتكب في الأرض ثم يسكت عن ذلك المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد رأى المسلمون منكرا عظيما بإمامة ذلك الرجل بأوصافه تلك للمسلمين في يوم عرفة، فأنكروا بلسانهم: إذ هذا والذي يستطيعه الناس. من كان يملك التغيير باليد هو صاحب السلطة هناك ولم يرد التغيير، فالناس لا يملكون إلا الإنكار باللسان، وقد فعلوا علماء وعوام وأدوا وأبلوا في ذلك بلاء حسنا. ومن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن ينكر بلسانه لخطر يتهدده فأنكر بقلبه فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. المشكلة هي في من رضي وتابع، المشكلة هي في من أيد ذلك خوفا أو طمعا، أو سكت عن الإنكار مع قدرتي على الإنكار فصار شريكا في الوزر والإثم. أما الذين أنكروا فقد استبرأوا لدينهم وعرضهم وأبلوا وأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيرا، والله سيجزيهم على ذلك بكل تأكيد. نعم، ربما يتساءل البعض عن سبب غياب صوت العلماء من داخل السعودية، ولماذا لم يصدر هذا الإنكار من داخل السعودية. لعل حال إخواننا من العلماء المعتقلين يرد بدليل الحال عن هذا السؤال. من ذا يستطيع من أهل العلم في المملكة أن ينكر والقوم ما بين معتقل وما بين مهدد بالاعتقال إذا تكلم؟ المسألة واضحة، بل إنه يعني المعتقلون اعتقلوا فيما هو أدنى من ذلك بكثير. يعني أنا أذكر أن الشيخ سلمان العودة فك الله أسره قد اعتقل بسبب دعوة دعاء لله رب العالمين، قال: اللهم وفقهم إلى ما فيه مصلحة شعوبهم. تخيل أن يعتقل عالم لأنه دعا للجيران والأشقاء وذوي الأرحام وذوي التاريخ المشترك بأن يوفقهم الله إلى ما فيه مصلحة شعوبهم فاعتقل. والرجل لم ينكر ولم يرفض ولم يعترض ولم يعارض، فقد دعا الله سبحانه وتعالى أيام الأزمة ما بين المملكة وقطر أن يؤلف بين قلوبهم وأن يوفقهم إلى مصلحة شعوبهم فاعتقل. فالحل ما نعلمه جميعا من تضييق ومن كبت للحريات ومن تكميم لأفواه العلماء ومن عقاب لمن يسكت أو لمن يحايد وليس لمن يعترض. فالأمر مفهوم، ومن كان خارج السجون فمعذور إذا أنكر بقلبه، لأنه يعني للأسف الشديد ليس هناك أي مجال متاح لا للتعبير ولا لإبداء الرأي ولا للاختلاف مع السلطة القائمة. نعم. طيب دكتور، ربما هذا الأسلوب الذي تسلكه السعودية وخاصة في هذا الوقت، ربما قضية صناعة الرموز الدينية ومن خلالها يتم توجيه أو تمرير التوجهات السياسية للدولة. هيئة كبار العلماء كان لها هناك تجديد لها في أكتوبر 2020، ومن ذلك التاريخ انضم إليها محمد العيسى، وهو أيضا رئيس والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وبالمناسبة أيضا انضم إليها سعود المعجب الذي هو يعني النائب العام الذي حكم على كثير من العلماء بالإعدام، وأيضا ضلل التحقيق في قضية خاشقجي. يعني مثل هذا السلوك من النظام السعودي، صناعة الرموز الدينية ويسانده في ذلك الإعلام أيضا، يعني
كيف تقيمه أو كيف تنظر إليه؟ من يسيس الحج شعيرة الإسلام الكبرى والبيت الحرام قبلة المسلمين العظمى لا يستنكر عليه ولا يستغرب منه أن يسيس هيئات ولا مؤسسات دينية علمائية. من نافلة القول أن نقول إنه بيتم إقصاء العلماء الوصلاء الأثبات في علمهم الشرعي، بغض رغم أن الجميع في السعودية على مبدأ أنه لا معارضة للحكام، أو الغالبية العظمى من أهل العلم لا يعارضون، حتى المعتقلون منهم لم تكن لكثيرين منهم مواقف معارضة للسلطة في أي مرحلة من المراحل. ربما نعم هناك اختلاف في وجهات نظر تم التعبير عنه بمنتهى الرفق واللطف في بعض الأحيان، وبعضهم لم يعارض أصلا في أي مرحلة من المراحل، بعضهم أكاديميون وشرعيون خلص، يعني لا يخرجون من محراب العمل الأكاديمي، ورغم ذلك جرى اعتقالهم. الآن لا يراد لأحد أن يتكلم إلا بما يملى عليه، لا يراد لأحد أن يعبر لا عن قناعة شخصية ولا عن موقف شرعي ولا عن تقدير اجتهادي لمسألة من المسائل، هذا كله غير مسموح به. فقط المطلوب الآن هو من يلقن فيقول ما لقن، هو من يكون أشبه بصدى الصوت، لا يملك رأيا ولا رؤية ولا علما ولا ثقافة ولا قدما راسخة في تخصصه، وإنما فقط هو لسان حال السلطة فيما تريده وقتما تريده باللغة التي تريدها، وهكذا تسير الأمور. ففي مثل هذه الأجواء نعم يعني يصعد هؤلاء الصغار علما وأدبا، لأن للعلم آدابا تحوط وتصون، يصعدون وللأسف الشديد يعطون أماكن لا يستحقونها. قد كانت كما أشار الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء أعظم فتن هذه الأمة في فسدة العلماء الذين يدعون دينهم بعرض من الدنيا، والذين يصدرون عن هوى الحكام لا عن وحي الله رب العالمين. أما العالم الحق فإنه لا يصدر إلا عن كتاب الله وسنة رسول الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم العلماء. أما أتباع السلطة في كل زمان ومكان فهم من حملة المباخر، ولا نسبة بينهم وبين العلم وإن حفظوا المطوب. نعم دكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الفقه وأصوله والنائب السابق في البرلمان المصري وعضو رابطة علماء أهل السنة، نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، بارك الله فيك. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج، مفاهيم تجلى في حوار بحسن دون ما أدنى هياج، بغير تعصب وبلا انحياز ودون تقلب وفق المزاج، حوارات التناصح كالسراج، معين في المسير لكل داج.